صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 105 لسنه 2023 بتعيين مدراء في وزاره شؤون الشباب وذلك بناء على عرض وزير الشؤون الشباب جاء فيه. يعين في وزاره شؤون الشباب كل من السيد خالد احمد عبد الرحمن عبد الغني مديرا لاداره نظم المعلومات. السيده مريم عيسى علي عوض مديرا لاداره الموارد البشريه والماليه السيد هاشم عبد الرحمن هاشم الكوهجي مديرا لاداره الدعم والخدمات